أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات سلسلة أساسيات الشطرنج. السلسلة دي هتجيب على عدة أسئلة بتجول في أذهاننا، وخاصة سؤال: إيه هي المعلومات التي لا غنى عنها للاعب الشطرنج لكي يتقدم من لاعب مبتدئ إلى لاعب قوي؟ ومن ضمن آلاف وآلاف من الكتب اللي بيضمها عالم الشطرنج، في عدة كتب أجمع الخبراء على إن لا غنى عنها للاعب الشطرنج، زي كتاب أساسيات الشطرنج لكابابلانكا، أو كتاب أسلوبي لأرون نيمزويتش، وأخيرا كتاب الفهم السليم في الشطرنج لإيمانويل لاسكر. ودي هتكون موضوعات فيديوهات أساسيات الشطرنج. الملاحظة الأخيرة إن المشاهدين بيتفاوتوا في معرفتهم بالشطرنج، ولذلك هبدأ دائما من الأشياء البسيطة حتى نصل إلى الأشياء المركبة والمعقدة، ولذلك ربما هتكون بعض الأمثلة معروفة للكثيرين، ولكن فيما بعد هيبدأ المعلومات الجديدة تصل إليهم بتوالي الفيديوهات. ودلوقتي يلا نشوف أحد هذه الفيديوهات، وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. أساسيات الشطرنج فيديو رقم 8. قالوا: النقلة القادمة ما زالت ملكك، فاعتني بما تملكه. جوزي راؤول كابابلانكا بطل العالم. في الفيديو ده هنجاوب عن السؤال الصعب: الحصان أقوى أو الفيل؟ وفي أي المواقف نفضل الفيل وأيهما العكس؟ مثال رقم 29: حصانين ضد بيدق. في المثال الحالي الدور هينتهي بالتعادل، رغم ان الملك الاسود في الركن والابيض لديه حصانين، لكن حتى اذا كان اي طرف له النقلة فان الموقف هينتهي بالتعادل، لان الحصانين لا يستطيعان اجبار المات، ولما بيقترب من الملك استعدادا لاعطاء الكش مات بيكون الملك الاسود في حالة مات مخنوق، ويمكنك ان تجرب بنفسك. لكن لو نفس الموقف ولكن التغيير الوحيد ان الاسود معاه بيدق، وفي حالة محاصرة الملك الاسود في الركن فان الابيض بيقدر يدي كش مات سواء كانت له النقلة او كانت النقلة للاسود. لو الابيض له النقلة هيلعب نايت جي 6. لازم نلاحظ ان الحصان والملك محاصرين الملك الاسود، ومعندوش غير مربع واحد يقدر ينتقل اليه او ممكن يحرك البيدق. لو الاسود حرك البيدق ولعب اتش 4، ودلوقتي لو الابيض اخد البيدق نايت تيكس اتش 4، الدور هينتهي بالتعادل زي ما شفنا في الشكل السابق. ولكن خطة الابيض هو الاقتراب بالحصان بدون الاسود بيتعرض الى المات مخنوق، لان دايما هيكون عنده نقلة تحريك البيدق للامام. وتعالى نشوف ازاي. الابيض بيكمل نايت اي 5، والاسود اما يحرك الملك ولكن مش هيستفيد شيء، وافضل نقلة للاسود ان يلعب اتش 3، وهنا الابيض بيلعب نايت سي 6. ولولا وجود البيدق كان الموقف انتهى بمات مخنوق، ولكن حاليا البيدق حر في الحركة، الاسود مجبر على لعب اتش 2، والابيض بيكمل ببساطة نايت بي 5، وهنا الاسود بيرقي لاي قطعة مثلا لوزير، لكن بيكون الوقت متأخر لان الابيض هيلعب نايت سي 7 تشيك ميت. اذا حصانين مع ملك ضد ملك وحيد لن يستطيع اجبار المات، ولكن في حالة وجود بيدق او اكتر مع الاسود حر الحركة، الابيض بيقدر يفرض الكش مات بشرط وجود الملك محاصر في الركن. مثال رقم 30: فيل وبيدق ضد ملك. الموقف ده موقف شهير، الابيض معاه بيدق مستعد للتقدم والترقي، وكذلك معاه فيل، لكن الملك الاسود بيحتل المربع اتش 8 وهو مربع الترقية للبيدق، وده مربع اسود، ولذلك الفيل ذو المربعات البيضاء بيسموه في هذه الحالة الفيل الخطأ، لان الابيض ليس لديه اي طريقة لاجبار الملك الاسود عن احتلال هذا المربع في اي وقت يشاء. وبالطبع بدون ترقية البيدق الموقف هينتهي بالتعادل، وفي الموقف ده بالطبع الابيض يفضل ان يكون معاه حصان، لان الحصان ممكن يتنقل على المربعات البيضاء والسوداء، وبكده بيجبر الملك الاسود على ترك مربع الترقية،
وبيمهد الطريق لتقديم البيضة حتى مربع الترقية، بينما فيل المربعات البيضاء لا يستطيع، وده من الحالات القليلة اللي بيكون فيها الحصان أفضل من الفيل. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 31 اللي فيه حصان بيلعب ضد بدائين. الموقف ده من المواقف الطريفة اللي بتبين لنا ان الشطرنج بحر بلا شطآن، لان رغم ان الابيض معاه حصان بينما الاسود معاه بدائين مستعدين للتقدم للامام والترقية، لكن الابيض بيفوز اجباريا وبيدي الاسود كش مات، بل بيجعل البيادق السوداء بتساعده في محاصرة الملك الاسود ومساعدته في اعطاء الكش مات. وكذلك لا يهم من له النقلة، سواء كان النقلة للابيض او النقلة للاسود. وتعال نشوف احد اصعب التفريعات والنقلة للاسود، وانت يمكنك تجريب اي تفريع اخر بعد ما تعرف الفكرة اللي هيفوز بيها الابيض اجباريا. الاسود هيلعب كينج اتش 2 والابيض بيكمل ببساطة نايت جي 4 تشيك، والاسود ما عندوش غير كينج اتش 1 والابيض بيكمل بكينج اف 1. وبكده الملك الاسود والى نهاية التفريع هيحاصر في الركن وليس له اي نقلة قانونية، والاسود ما عندوش غير انه يحرك البيادق للامام. لو الاسود لعب جي 5 الابيض هيلعب ببساطة كينج اف 2، ودلوقتي الملك والبيدق ليس لهم اي حركة، ولا يوجد غير بيدق الاتش 3 اللي يستطيع ان يتقدم للامام، والاسود مجبر على لعب اتش 2 والابيض بيكمل نايت اي 3، والاسود ما عندوش غير نقلة واحدة وهي جي 4، وهنا الابيض بيلعب نايت اف 1 والاسود مجبر على لعب جي 3 تشيك، لكن ويا ده العجب الابيض بيلعب نايت تيكس جي 3 تشيك ميت. وبالطبع الكثير منا يتمنى ان يكون هو الابيض في مثل هذا المثال. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 32 اللي هنلاقي فيه الفيل اقوى من الحصان. الموقف ده لازم نلاحظه، وممكن يحدث في نهاية الدور وكذلك ممكن يحدث في وسط الدور. الفيل بيسيطر على الحصان، والسيطرة دي لها شرطين، ان يكون الحصان على احد جوانب الرقعة وبينهم مربعين. الحصان مسيطر عليه تماما بواسطة الفيل ولا يستطيع الانتقال الى اي مربع، بينما الفيل ممكن ينتقل الى مربعات كثيرة ولكن الحصان اسير للفيل. وهنا ممكن نقول ملاحظة عامة، ان كلما كان مستوى اللاعب ضعيف كلما قابل المصاعب في التعامل مع الحصان. على اي حال معظم اللاعبين بيفضلوا الفيل على الحصان، بينما كنا في الماضي بنرى اساتذة شطرنج مثل تشيجورين وبليسبري بيفضلوا الحصان عن الفيل. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 33 اللي فيه الحصان مع البيادق اقوى من الفيل مع البيادق. الموقف ده بيسموه في كتب الشطرنج الموقف المغلق، وده بيكون لما البيادق بتكون متداخلة مع بعضها البعض ومفيش بيدق يقدر يتحرك منهم للأمام. وفي الموقف ده الأسود لديه حصان بينما الأبيض لديه الفيل، ولكن بتكون فرص الأسود في الفوز أكثر كثيرا من فرص الأبيض، بمعنى أن تملك الحصان بيكون ميزة عن تملك الفيل، وده بيرجع لعاملين. اول عامل ان جميع البيادق موجودة في نفس الجناح، وده بيقلل كثيرا من تأثير العيب الرئيسي للحصان وهو بطئه في التنقل من جناح لجناح، لان جميع البيادق في جناح واحد. ثانيا الابيض له فيل ذو المربعات السوداء وكل بيادقه على مربعات سوداء، وده بيقلل من فاعلية الفيل. فبصفة عامة اذا كان معاك فيل فلابد انك تحاول وضع بيادقك على لون معاكس للون مربعات الفيل، لان ببساطة بيادقك بتعرقل حركة الفيل وبتحد من نشاطه، لان خبراء الشطرنج بيقيسوا قيمة القطعة بعدد المربعات اللي ممكن تسيطر عليها واللي ممكن توصل لها. ومن هنا ممكن نقول اذا كان خصمك هو اللي بيمتلك الفيل فان هتكون ميزة لك بانك تضع بيادقك على مربعات عكس لون الفيل المنافس، وخاصة اذا كانت بيادك سالكة ومدعمة من الملك. يعني ممكن نصيغ قاعدة كالتالي، عندما يمتلك المنافس فيل ضع بيادقك على مربعات
عكس لون مربعاته. بينما عندما تمتلك فيل، سواء كان المنافس بيمتلك فيل أو لا يمتلك، فإنك تضع بيابقك على عكس لون مربعات فيلك. وبالطبع القواعد ليست ثابتة دائما، بل تتعدل قليلا لتتماشى مع مقتضيات الموقف، وده هنشوفه في المثال القادم. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 34 المشابه للمثال السابق. في المثال ده الأسود معاه الحصان والأبيض معاه الفيل، وفي ميزة للأسود اللي بيمتلك الحصان إن جميع البيادق في نفس الجناح، وبذلك لن يكون مضطرا للتحرك بين الجناحين، وده بيقلل من تأثير العيب الرئيسي فيه وهو بطء حركته في الانتقال بين الجناحين. بينما على الجانب الآخر بيادق الأبيض ما زالت لم تتحرك، وممكن الأبيض يضع البيادق على عكس لون مربعات الفيل، وبكده الأبيض بيتبع القاعدة اللي قلناها في المثال السابق. ولذلك في الحالة دي مفيش ميزة لامتلاك الحصان عن الفيل، والدور في أغلب الأحيان هينتهي بالتعادل. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 35 المشابه أيضا للأمثلة السابقة. الموقف ده مشابه للموقف السابق، لكن أضفنا 3 بيادق لكل جانب في جناح الوزير، وبكده هيظهر العيب الرئيسي للحصان وهو بطء حركته في التنقل بين الجناحين. بينما الطرف اللي معاه الفيل هيكون معاه الميزة، لأن الفيل هيقدر يتحكم في مدى طويل على جانبي الرقعة، وخاصة لو تمركز في الوسط، وكذلك بتكون له قابلية في التنقل السريع من جناح إلى الجناح الآخر للرقعة. ورغم أن الأسود هيعاني كثيرا، إلا أنه يمكنه أن يصل إلى التعادل، وخاصة لو استمر في تنفيذ النقلات الصحيحة. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 36 اللي فيه تغيير طفيف عن المثال السابق. في المثال ده تم حذف احد بيادق الاسود في جناح الملك امام حذف احد بيادق الابيض في جناح الوزير، وبذلك الاسود عنده اغلبية بيادق في جناح الوزير، والابيض عنده اغلبية بيادق في جناح الملك، والتغيير ده بيصب في صالح الطرف اللي معاه الفيل، اللي يمكنه مساعدة مناورات بيادقه في جناح الملك والحصول على بيدق سالك، بينما يستطيع الانتقال سريعا الى جناح الوزير للدفاع امام اغلبية بيادق الاسود في هذا الجناح. ولذلك اذا قلنا في المثال السابق ان الابيض له الميزة، فان في المثال الحالي الابيض له ميزة اكبر. ولكن ايضا ورغم معاناة الاسود اللي بيمتلك الحصان، الا انه باللعب الصحيح غالبا هيقدر يصل للتعادل. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 37 اللي بنغير فيه في شكل البيادق. في المثال ده امتلاك الفيل بيعتبر ميزة حاسمة، لان ليس هناك 3 بيادق على الجانبين، ولكن هناك تغيير في شكل البيادق، وخاصة ان الابيض عنده بيدق سالك على العمود H، بينما الاسود عنده بيدق سالك على العمود A. وهنا سرعة الفيل وتحكمه في مدى طويل من المربعات بتكون ميزة حاسمة لتدعيم تقديم بدءه السالك، والدفاع القوي امام تقديم بدء الاسود السالك. والطرف اللي بيمتلك الحصان هيعاني معاناة شديدة، وامله في التعادل مش فقط ان هو يلعب النقلات الصحيحة، ولكن ايضا الابيض يرتكب بعض الاخطاء، ولكن باللعب الصحيح الابيض له فرص كبيرة جدا في الفوز. واخيرا وصلنا للمثال رقم 38، وتعال نشوف ايهما اقوى. في الموقف ده الجانب اللي معاه الفيل له ميزة حاسمة لا تخطئها العين، لان البيادق اصبحت متباعدة والجانبين لهم بيادق سالكة، وده بيجعل قوة الفيل اكبر كثيرا من قوة الحصان لتحكمه في مدى بعيد وسرعته الفائقة في التنقل بين الجناحين. وفي المواقف الشبيهة بهذا المثال الابيض بيفوز بسهولة. وقبل ما ننهي هذا الفيديو عاوزين نقول ان الدارس يجب عليه فحص هذه المواقف بعناية، ومن متابعتنا لهذه الامثلة ممكن نعرف ان المزايا نسبية بين الحصان والفيل، وان الحكم الصحيح على المواقف بيجي بالممارسة والخبرة العملية. على اي حال ممكن نقول قاعدة عامة بالنسبة لكل هذه النهايات، إن اللاعب لكي يؤدي جيدا في مثل هذه النهايات يجب أن يتقدم بملكه إلى مركز الرقعة،
وفي احيان كثيرة بنجد ان افضل موقع للملك هو بجانب بيادقه السالكة لكي يساعدها في التقدم، او بجانب بيادقه المعرضة للهجوم للدفاع عنها امام تهديدات المنافس. ويجب انتهاز كل الفرص للتقديم السريع للبيدق السالك بشرط تأمين مساره الى مربع الترقية. وبالطبع ما نقدرش نقول ان في خطة معينة واضحة محددة للعب، ولكن كل نهاية دور لها خصائصها المختلفة وبتحتاج معالجة مختلفة. ولكن على اي حال اهم اسلحة اللاعب في مرحلة نهاية الدور هو الرؤية التخيلية للموقف بعد عدة مقالات. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء مع الفيديو القادم من اساسيات الشطرنج. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.